حكم متواصل يجي ما نفس مو حكم متواصل يقول شوف نفس مو طريقة عادية على حسب من بعد غير يا بر من بعد تبعوا معي الخط المتقطع الخط المتقطع لكن قبل هنا هذا التري هذا الخط وكاين الانترفال كاين تري وهذا الفي هذا التري شحال فيه شحال فيه شحال يكون فيه 3.3 سنتي شحال 3.3 سنتي فيه 600 راج وهذا الفيد منه فيه 3.5 متر 3 متر و 3.5 متر تبعوا معي ثلاثة ونص وثلاثة ونص شحال؟ سبعة ثلاثة؟ عشرة يعني الخط المتقطع نحسبوه بالعشرة يعني هنا كاين عشرة وهنايا تبعوا معايا عشرة هنا عشرة وهنا هي رايحة مفهوم؟ قلنا هذاك الفي فيه 300 سيكونت وهذاك التري فيه 3 متر مفهوم؟ 10 مترات هنا هذا يسموه الخط المتقطع هذاك هو اللي ندوبلي فيه شكاية رمضان شنو كنت تقول دروك؟ راني تبع شنو قلت صح شنو قلت دروك؟ يا شنو قلت؟ كان الخط تاعك تاعك بصح الفيد ولا الخط؟ خليه بين الخط وال هاك تشوف بين الخط وبين بين الخط والخط 3.5 5 فوالا 10 مفهوم؟ مفهوم؟ ومن بعد شنو عندنا؟ قبل ما نروح هذا يسموه الخط المتقطع يسموه الخط المتقطع واو يا يعقوب سموه الخط المتقطع ماشي يعقوب تبرو إلا ريح شيء هذا سلط لك ويبك الخط المتقطع صحيح ومن بعد نزيدو ومن بعد شو نزيدو متواصل لا قبل ما نحكوا الخط المتواصل شو يجي في شو يجي مختلطة تبعش معايا هذا تري شوف هنا يجي هنا شحال كاين الفي 3 ونص ومن بعد يجي ذاك الفي وخد اخر بون ان متر اون تروا والان متر اون تروا والان متر اون تروا شحال تبعوا معايا تبعوا معايا هنا في الوسط ثلاثه واحد زوج ثلاثه يسموه خط تنبيه يسموه خلالين دافيرتيسمون يعني خط تنبيه عندنا هنا امات 33 والامات 33 والامات 33 شحال تولي؟ 3.99 نقولوا 3 شنو نقول 3.99 بلا ما نقاش على نقاش على سنتيمتر نقاش عليه ربع مترات صحيح قلنا؟ ربع 4 متر واحد زوج ثلاثة شحال تولي؟ 4 متر نبداوها منها وين تكمل؟ تكمل لهنايا بون اما 33 والاما 33 والاما 33 4 متر التري شحال قلنا فيه هذا؟ 3 فوالا 3 و 3 شحال؟ 6 6 بلس 4 شحال؟ 10 فوالا هذا 11 هذا هنايا 10 مترات حنا ماناش بدلو التفصيل باش تفهموا الخط المتقطع شحال فيه؟ بدري بلا بلا ضربات ديما زوج تاع الفي وهنايا باش نعرفوا باللي هذا الخط المتقطع باش نفرق بين الخط المتقطع خط التنبيه الخط التنبيه الخط المتقطع يجي بين التري والتري بين الخط والخط شحال؟ 3 متر سيكوند بصح في التنبيه بين الخط والخط شحال يجي؟ 1.3 يجي بالخط متقاربين متلاصق متلاصقين صحيح متقاربين متقاربين فوالا هذا كيسموه هذا خط التنبيه خط التنبيه التنبيه ومن بعد شو عندنا؟ ومن بعد شو عندنا؟ شو يجي؟ لا يجي مو واحد ديرك
متواصل متواصل ولا او كي نعرف بلي كان كي نعرف بلي انا عندي خط متواصل حتى نسيبو خط به هذا كيسموه لاصق خط المتواصل هذا هذا يسموه متواصل خط المتواصل خط المتواصل هذا غادي كونتيني هذا ومن بعد هذا غير حاجه تعطري نعاود نرسمو غايه لا نرسمو غايه هذا هذا كيسموه خط متقطع لا حافه اسمه لانين دو ريف دو ريف دو لا روت فوالا مفهوم يعني خط حافه الطريق هذا تبعو معاه هذا الحشب هذا هذا وهذا يسموه الحشب عطر يسموه خط خط حافه الطريق خط حافه تبعو معاه خط حافه الطريق هذا كيسيبو متواصل نقدر نقاري ولا نصاصو في لا دروات لا تبعو معايا هالو درجه منكم وهذا طالع منه هذا يقدر يخرج منه ويقاري لا ما يقدرش لا بصح هذا يقدر يقدر علاش تكلين هنا منطقه متواصل يمنع كاين فوسيله يا ولا كاين حجر ولا كاين حفره ولا كاين واد ما راناش عارفين شنو هي صاي وهذه الجهه هنايا هذه كيسموها هذه خارج المدينه كيسموها لاكوتمو طريق لاكوتمو لاكوتمو جانب الطريق كيسموه جانب الطريق ما نحوش عليه هذيك هذيك بلاصه نديروا فيها لاري لاكوتمو نزيدو نكملوا شدرنا درنا هنا كتبنا خط حافه الطريق خط حافه الطريق الطريق هذه هي ومن بعد ما اللي نكتبوها نقوش عليها درنا هذه درنا المتقطع هكا لحد الان تنبيه تنبيه زيدوا شنو درنا ثاني؟ تواصل لا تاع ال مازال حافة الطريق ورا حافة الطريق صح هذه ليسونسيال ما عندناش طابلو صغير ما عندناش من نكتبوا تبعوا معايا سلام ادخل هنا خليه خليه شرع لنا واحد زوج ثلاثة أربعة نزيدو نكملو ومن بعد نزيدو نكملو أسفتوا شوية يا جماعة عندنا هذا الخط الخط هذا المتواصل خط المتواصل هنايا ومن بعد هذا اللي راه جاي منا يدوبلي يدوبلي لا ميدوبليش وهذا يدوبلي ميدوبليش ما يدوبليش فوق يدوبلي صاي تبعوش معي ومن بعد هذا اش نعطوه هاسكو يا جماعه هذا نعطوه ندير واش الاحمر تكون بعد هي ما تخبط هذا كيسموه زوج هكا من خط هنا زوج زوج يسموه ليلين ليلين ميكس ولا الخطان المختلطان شحال كاين من خط زوج واحد اللي من غادي اللي عند الزرقاء كثير متواصل يدوبلي لا فوالا الزرقاء ما تدوبليش الزرقاء ما تدوبليش هذا الحمراء ماذا ما خرج من الفيراج يدوبلي عادي هذا هذا شنو راه باغي يدير راه باغي يدخل هذا تبعوا معايا هذا شنو راه باغي يدير هذا شنو راه باغي يدخل شيء هذا شنو راه يدور هنايا باغي يدخل للفيراج تبع معاه وهذا خرج من الفيراج صح كي خرج من الفيراج نعطوه الحق باش يدوبلي شكون اللي ما فهمش كيسموه هذا الخطان مختلطان الخطان المختلط هذا من حقه يدوبلي يدخل لمنا هذا كي تكون السياره هنايا ها هي السياره هذه من حقه شي يدير يدوبلي يروح بصح هذا هذا تكون عربه هنا ها هاو يقدر يدوبلي منا لا ما ندوبليش على اليمنى لا يقدر يدوبلي منا كاع نقولوا هذا الوضع ما يقدرش يدوبلي علاه راه عنده لا عندناه لا لين دونفيرتيسمون عنده لا لي كونتين فهم هذا كيسموهم هذا الزوج اسمه الخطان الخطان المختلطان انكوشي ومن بعد شعلنا شعلنا تاني تبعوا معايا شادرنا هنا هنا
صح لي فلاش رابط مو ما راهش كاين هنا دوك نديرو من بعد شويه نديرو. ومن بعد شنو عندنا؟ خط المؤقت. عندنا الخط المؤقت خط العدول عني التجاوز. بون غادي نبغي غادي نبغي ما كتبش صايي شفتي غادي يجمع عليه من بعد راكم تشوفوا هنا صايي غادي نبغي باش نزيد نكملوا لحد انا درنا خمسه هذا مقابلة الطاولة مليح مقابلتك مقابلة ولا مش مقابلة؟ طبع معايا هنايا نزيدوا شوفوا لا عندنا الخط عندنا الخط ال شنو الخط يوز الخط العدول عن التجاوز شوف الخط العدول عن التجاوز كيجي داير كي داير هاكا كي توطا فوالا صاي يجي كيما اللفعة ها تبع معايا ها وبين الخط تبعوش معايا هذه هي هذه النقطة هنايا من الفيراج تاع لا هادو الفيراج لا فيزيبيليتي ماسكين الفيراج ما نقدرش نشوف شنو كاين في السونس انفيرس واه ما طيحش انا فين كنت نمشي في الفيراج باغي ندور فيراج نعرف شنو كاين اللي قدامي؟ لا سوميت كوت قيمة الهضبة نعرف شنو كاين ما نعرفش بصح هذه تقدر تشوف شنو كاين يسموه الخط العدول عن التجربة.